طال البدر علينا من سنياتي غدا وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طال البدر علينا من سنياتي غدا وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمن مطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من سنيات بدا واجب الشكر علينا ما دعا أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الدريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من سنيات بدا واجب الشكر علينا ما دعا لله دا عبدك المسكين يرجو فضلك الجن الوفي فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير طلع البدر علينا من سنيات بدا واجب الشكر علينا ما دعا لله دا قلبي من دخول خير سوء آدب وجهكم باعوا على وجهي صبي خير النبي طلع البدر علينا من سنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله دا സഹോദരന്മാരെ, വളരെ കർശനമായി നിയമപാലകന്മാർ അവിടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി നിർബന്ധമായും അവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നിയമപാലകന്മാർ കർക്കശമായി ആ കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ നിർബന്ധമായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله ما نشل خلقي من عدمي ثم صلاة على المختار بالقدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على عبيدك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بيد سلام ما زجت دمعا من مطلات بدمي ثم هبت
بالوجمي ما لا ترمي معها
ശഹുവ തന്നഹിബി See you back.
كيف تدعو إلى دنيا مرورتكما لولاه لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين وثقلين والبريقين من عرب نائبا لا أحد حضر في قول لا منه ولا نعمل والحبيب الذي ترجع شفاعته في كل حول من الأغوال مقتحم ولم يضال في علم ولا كرم فكل يوم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليمين لعراته ما شئت من شرفي منصب إلى قبره ما شئت من عظامي وإن فضل رسول الله ليس له قد فيعربان هنا في قم فهمي أنه بشر وأنه
واكبها مظهرنا أنبارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه أأن من لؤلؤ المكنون في صدفي من معدن منطق من طوبى مبتسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صلي على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم سيدينا خيري ورا سندا حسي مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت بأنصري يا طيبة مبتدأ من هو مختتم يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أنذر بهول بالبؤس والنقم Yeah.
അശ്ജാരോ സാജീദതകൻ തംശി ഇലൈഹി അല സാഖിമ്പില പാദമേ അന്ന മാസപ്പറ സപ്പുറൈ മാതത്തബ പൂറോടുഹാമിൻപതി ഇൽഹദ്ദീപില്ലത്തമേ ഹോ ഹോ
سيلا
ശമിയ ഭൂമി الشمسي من رمضي ويكيروا الفوطار الماء من سقمي يا ربي بالمصطفى حلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صلي محمد صاحبي أغلادي والإكبي يا رب سيدنا خير الورى سندا حسب المقاصدنا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على ربي للخلق كل جميل يا خير من يا أمال عفونا ساحاته سعيا وفوق متو للأينوق رسمي ومن هو الآية كبرى لمعتبري من هو النعمة العظمى لمغتنمي سريت من حرمي ليلا إلى هرمي كما سر بدر بي داج من العالمين وبت ترقى إلى أنيك من من قاب قوسين لم تدرك ولم تور به فقد دمتك جميع والأنبياء بها والرسل تقديم ما ذو من على قدمه حتى إذا لم تدع شهوى لمستبقي من الدود ولا مرقا لمستلمي خفضت كل مقام من إضافات جوديت برفع من للمفرد الآدمي فحزت كل فخار من غير مشترك وجزت كل بقاء من غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتبي فأعز إدراك ما وليت من بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من البنايات رجلا غير منهادم لما دعا الله دعا لنا لطاعته بأجره
قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من العلم ما زال إلقاهم في كل معترك حتى حكوا في القنا لهما على رضمي لم تنم ليالي أشهد نرمي أنما الدين غيب هل ساهده في كل حرب إلى لهم إذا قربي جرى بحر قميص فوق سابعتي من كل منتهب لله محتسب يسقى بمتأسل للكفر مسلم حتى غادت ميلة الإسلام وهي به بعد قربات موصولة أهدي اقبال من أبدا منهم بخير أمين فخيري فعلين فلم تيتم ولم تهمي هم الجبال فسلي عنهم موسى ديمهم ذَارَ آمِنُهُ فِي كُلِّ مُسْتَغْفِرِ وَسَلْحُنَيْ نَوَسَلْ أَجْرَ وَسَلْ أُحُدَا وَسُولَ حُكْفِلَهُ أَجْهَا مِنَ الْوَخَمِ مَسْتِيرٍ بِيُمِ حَمْ فَلْبَرْدَ كلما استدمت الإمام والكاتبين بصوم بالخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم أتي سلاحهم سمات غير زهور فالبرد يمتاز بسيما من السلم اهدي إليك ديار النصر نشرا وتهسن وزرى بالأكمام كل كمير كأنهم في مهور الخيل نبت ربا من شدة الحرب
شدت الهزومي نارت قلوب الرضا من بأسهم فارقاك فبعت فرق ضاري البهم والبهم ومن بكم برسول الله نصرة ورحمة الحمد لله
منه يدا تهديبا إن الحياة يمتوي أزغار في الأكام مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من هال بالحرم طه رسول الذي قد خص بالكرم سيدينا خير الورى سندا نسقي مقاصدنا بالجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل أكرم الخلق ما لي من أعلاك به سواك عند حلال الحديث العميم ولي أغيق رسول الله جاهك بإلى الكريم تحب لا باسمي منتقمي وإنا من جودك دنيا وضرك رحمة من علومك إن اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ألا رحمة ربي هنا اقصي مغا تأتي على أسم نسياني خير الخلق كلهم تفضي أبديك في الدارين إن له صبرا ما تدعو بالأغوال إن غازم صحبي ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبا ما أترى قلبي سهل
ബക്രീ വാണി ശിരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ